الدكتور حسام ابو الخير الناشط السياسي المشهور والاسلامي المتحرر والمنتمي الى الائتلاف الاسلامي الحر. اتكلمنا النهارده على جمعه 30/9. هو ائتلاف دعم المسلمين الجدد مش دعم ائتلاف المسلمين الجدد، اصل الاسم صعب يا دكتور. والله النهارده يعني يوم مهم جدا، استرداد الثوره دي قضيه يجب ان احنا نعمل عليها في الوقت الحالي. لا يجب ان يعني نذهب بعيدا الى قضيه الانتخابات ونحن الارض غير اصلا مهيئه للانتخابات اصلا، يعني فكره قانون الانتخابات وما حدث من تلاعب فيه وعدم يعني توافق حول الاراده السياسيه لكل القوى الوطنيه وانشاء قانون احزاب لا يعبر عن الضمير الوطني، وبالتالي فاسترداد هذه الثوره واستكمالها والتواجد في ميدان التحرير واستكمال هذه القوى الموازيه في ميدان التحرير التي توازي القوى الممسكه بهذا البلد مهم جدا، واعاده مره اخرى للتلاحم الوطني والتوافق الوطني لاستكمال هذه الثوره، وايضا يعني بدايه نشأة تيار اسلامي وتيار السلفي حر يكون متوافق مع معطيات هذه المرحله وبيعبر حقيقه عن روح هذه الفتره وبيكون له يعني تقدم في المشروع الثوري الذي تعيشه مصر منذ بداية يوم 25 يناير الماضي. ترى العدد اليوم يعني يعتبر يعد نجاح أو كافي أو يعني متوسط؟ هو العدد غير كافي، ولكن الثورة أيضا لم تبدأ بالأعداد المليونية ولكن بدأت بالمئات أو الألاف، فالعدد يعني إن شاء الله تعالى نتمنى أن هو يزداد في الوقت القريب، ويجب أن تتفهم كل القوى أن القضية الآن ليست قضية التطاحن السياسي والتعارك والتحارب ما بين الفئات السياسية المختلفة، ولكن مشكلتنا الآن هي مشكلة الدكتاتورية العسكرية، هي دي المشكلة التي يجب أن ينتبه إليها كل فرقاء هذا الوطن، ليس هو الاحتراب ولكن هي الدكتاتورية العسكرية اللي بدأت تحط جذورها وبدأت تحط بذورها لاستكمال هذه المرحلة التي بدأها عبد الناصر واستكملها السادات وأنهى بها مبارك، وبيحاولوا إعادة النظام مرة أخرى بأشكال وهيئات أخرى، وأمريكا والقوى الغربية بتحاول إنتاج نظام مماثل ومشابه لمبارك ولكن بمعطيات جديدة. المحتمل التاريخ يعيد نفسه بعد ثورة يعني 52 و25؟ طبعا لو لم يكن هناك يقظة ولم يكن هناك وعي استراتيجي ولم يكن هناك قراءة وخبرات استراتيجية وتاريخية للواقع وللماضي، ممكن أن يحدث استمرار لنظام مبارك بس بأسماء وهيئات وألقاب أخرى، لأنه عدوك لن يترك مصر، عدو مصر لن يترك مصر ان هي تمر بمرحله حريات وديمقراطيات وانشاء مؤسسات قويه وتكون الاراده لهذا البلد نابعه من داخله وليس من خارجه، فبالتالي كل هذه العوامل ان لم ننتبه لها ونقف في مواجهتها ويكون هناك من التلاحم الوطني الذي حدث في الثوره يكون مثله في الميدان الان، ممكن أن يحدث انقلاب عسكري وممكن أن يحدث انقلاب على معطيات الثورة وعلى توجهات الثورة وعلى الملف الثوري كله. شكرا دكتور حسام أبو الخير. شكرا يا فندم.